قبل ما نبدأ إن شاء الله، يعني بعد ما خدنا السيرياليزيشن والديسيرياليزيشن تمام، هناخد بقى حاجات تانية عشان نعرف نقرا الملفات. قبل ما نقرا الملفات، نبذة سريعة كده على فرق جوهري ما بين الجيسون وما بين الإكس إم إل. الإكس إم إل اللي قلنا الأول كان موجود في السيستمز القديمة ككوميونيكيشن فايل ما بين البيانات، ما بين السيستمز وما بين بعضها، سواء كان ما بين ويب وويب أو موبايل أو موبايل وويب وكلام زي كده تمام. وكنا بنشتغل الاكس ام ال ده اساسي، وكنا بنشتغل حاجات بروتوكولز خاصه بيه وكلام زي كده. فكان الاكس ام ال هو الاساسي. وبعد كده في التحديث بقى الجيسون خد مكانه تماما في كل السيستمز ده. انت لازم تعرف ده، لازم تعرف ده، لان وارد انك انت تجي لك تبقى شغال في سيستم تلاقيه بيكومينيكيت مع سيستم قديم شويه، في سيستمز قديمه وبتقعد عشرات السنين مش هتترمي على ما تترابلس. فممكن تبقى انت عندك خلفيه عن الاكس ام ال، شغال اساسا جيت عندك خلف عن الجسم ده وده وده الى اخره، ده اساسي. اما بالنسبه للفرق تاني، الفرق الاساسي قوي ما بين الجسم والاكس ام ال، الناس بيقول لك ده ريدبل اكتر، ده مخلوق احسن وشكله مرتب احسن. دي طبعا عمليه نفسيه، ممكن واحد يقول انا متعود على الاكس ام ال بالنسبه لي اقوى جدا وجميل جدا ومش عارف ايه، ما مش قضيتي. لكن الحته اللي تهمني ايه بقى؟ الاكس ام ال ده انت لو جيت حولت يعني الملف الجيسون ده الاكس ام ال، هو ينفع يتحول. لما تيجي تحوله هيفرق معاك حاجه مهمه جدا، هتشوف حجم البيانات، هتلاقي حجم البيانات مختلف. كنا لازم زمان الاول نعمل ايه؟ نفتح التاج ونقفل التاج عشان نكون الحته دي. هنا نفتح التاج ونقفل التاج، هنا الفونز نفتح التاج ونقفل التاج. الله، لو فكرت في الموضوع ده هتلاقي حجم ملف الاكس ام ال اكبر بكتير من ملف الايه؟ الجيسون. يعني لو رحنا وقلنا مثلا مثلا اي موقع من مواقع كتير جدا بتكونفيرت البيانات بشكل عادي، فلو جينا اخذنا كده الملف بتاعنا ده، هو كتبه لنا هنا اهو اكس ام ال زي ما احنا شايفين صح. فلو رحت انا ومتعامل تايل اكس ام ال فايل 2 نوت اكس ام ال، عامل بس نفس الفايل بالظبط، هو عمل لي نفس البيانات بنفس كل شيء، يعني ما فيش اي مشكله خالص. هذا الامبلي الاولاني ولا الامبلي الثاني ولا الامبلي رول، بس حولها طبعا بالشكل ده ايا كان ممكن نقدر نحولها. طبعا تلاحظوا ايه؟ النيم بتقفل، النيم الفيرست نيم هتقفل، الفيرست نيم لاست نيم لاست نيم، الجوب مش عارف جوب الى اخره. طب انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول لو انا رحت كده فين اوبن في ال تمام، دخلت على ديتا كده. بص خد بالك حبيبي، انا اشتغلت على نفس الملف ده. بص ده كام بايت؟ كيلو بايت، 1 كيلو بايت، ده الضعف. وانا ايه بتكلم على حجم البيانات اللي احنا كتبناها قد كده يعني تمام. ده حاجه انا سوري فتحت غلط، يعني خلاص احنا اسفين يا فيجوال ستوديو، احنا اسفين تمام. يعني بس ايه، يعني ده كله يعني السايز 787 بايت تمام، 787 بايت ده تمام، معدي 1000 وشوية، 1000 وكسر تمام، أو 1000 أكتر من 1000 مثلا، 1040 مثلا، في حين إن ده مش مكمل أصلا 800 بايت. فباين الفرق، وعلى المستوى الصغير يعني على المستوى البسيط، على المستوى الايه؟ البسيط اللي هو ملف بسيط، مش ده اثنين موظفين ولا هم 100 ولا 500 ولا 1000. فمعنى كده ان انا شغال على بيانات كبيره جدا؟ لا طبعا،
ركز جدا، جيسون اللي يوديه الاكس ام ال. ولذلك النظم الحديثه بدات تقل نفسها من الاكس ام ال، تقول لك لا انا هشتغل جيسون. ليه؟ موفر، حجم البيانات اقل، الانتقال طبعا في البيانات ما بين الابلكيشنز وبعضها اهم واخف والى اخره. تمام؟ حاجه اخيره تاخدوا بالكم منها في الاكس ام ال، الاسف في الجيسون، النظم الحديثه حتى في الداتابيزز الحديثه بدات تشتغل باسلوب الجيسون، عشان كده مهم شويه. يعني ايه؟ يعني عندك مثلا لو انت اشتغلت في نظم حديثه ان هو النو سيكوال والكلام ده، هتلاقي مثلا من اشهر مثلا الداتابيزز اللي بتاعت النو سيكوال المونجو دي بي في الشركات. المونجو دي بي كلها قايمه على الاكس على الجيسون فايل. وشغاله بقى بيج ديتا وشغل بقى ضخم وبتاع، وقايم كل فكرته على التنسيق بتاع الجيسون فايل ده بس. بس. مش هي بس، في كتير بس انا جبت اشهر حاجه. فحاجه مهمه. اللي كمان حتى الداتابيز اشهر داتابيز او اكتر داتابيز انتشارا في العالم هي الماي سيكوال. ده اكتر داتابيز انتشارا في العالم. على اغلب الاحصائيات يعني. تمام؟ هتلاقي ان ال ما بقولش احسن، ده انا بقول اكتر انتشارا. ولذلك لما تيجي تبص على ماي سيكوال في التحديثات بتاعتها هتلاقيها بدات تقول لك انا بقيت سبورت خلاص كداتابيز، بدات اسبورت الجيسون فايلز والكلام ده. فده بالنسبه لها نقله. يعني دي حاجه كويسه، فهتلاحظ ان الداتابيز الحديثه كلها بقت تتنقل لفكره ان الجيسون يبقى في الاصل البناء بتاعها. مش بس كمان لغات البرمجه زي ما قلنا في اول تعريفنا للجيسون بقت كل لغات البرمجه بتسبورته، لا كمان حتى الداتابيز كلها بقت بتتحول الى فكره الجيسون. مش كلها، اغلبها بقت تتحول لفكره الجيسون. انت حاجات ثانيه بتقول لك لا انا عايز اعلى مرحله معينه وليها اختلافات، لكن بنقول ان الحاجات الحديثه في حاجات كتيره جدا مبنيه على فكره الجيسون، لان الاهميه المكان اللي احنا نعرفها.